دكتور، في البداية عايز أعرف من حضرتك أكتر على الريشة الطايرة والرياضة دي بدأت إمتى، وكلمنا أكتر عن تمارينها عن قوانينها. والله يعني نمرة واحد، أنا بشكرك شكر خاص لشخصك، حبيبي والشكر لصدى البلد لاهتمامها لبعض الرياضات التي لا يهتم بها الإعلام. وأنا بشكر جميع وسائل الإعلام سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية اللي بتهتم بألعاب غير كرة القدم. كرة القدم طبعا لعبة شعبية رقم واحد، مش في مصر بس لكن في العالم كله، ولكن هناك بعض الاتحادات وبعض الألعاب التي تحقق إنجازات وبطولات. فأنا بشكرك للمرة الثانية والثالثة، لأن أنا عندي المنتخب المصري للريشة الطائرة لسه واصل امبارح بالليل من الصين، وكان مؤهل عن قارة إفريقيا لمشاركة في بطولة العالم للفرق. ما شاء الله. قبل ما أتكلم عن تفاصيل المنتخب، أحب أدي فكرة بسيطة وخفيفة عن رياضة الريشة الطائرة. الريشة الطائرة لعبة جماعية وفردية. جماعية لأن فيها فرق، وفردية لأن فيها 5 ميداليات في الدورات الأولمبية. فرد الرجال، فرد السيدات، زوج الرجال، زوج السيدات، والزوج المختلط يعني ولد وبنت. حلو. أحب أنوه عن الأداة التي تلعب بها الريشة الطائرة. أيوه. هذه هي الأداة بديلة عن الكرة. ده ريش طبيعي الأبيض، الأصفر ريش صناعي، وهناك رياضة أخرى للريشة الطائرة تمارس في الهواء الطلق، ويمكن الريشة بتختلف شوية عن الريش اللي بتلعب بيه الريشة سواء الطائرة الصناعي أو الطبيعي داخل الصالات. الريش دايما البلاستيك لفترات التدريب، والريش الطبيعي للمباريات الرسمية. بتفرق يا دكتور في الوزن، أو ليها فرق في السرعة بتاعتها، ولا إيه اللي بيفرق ده عن ده عن ده؟ الحقيقة بتفرق في نمرة واحد الوزن، نمرة اتنين البلاستيك ليس له عدد من الريش، لكن الطبيعي زي ما ظاهر قدام السادة المشاهدين 16 ريشة. لازم تكون الريشة دي فيها 16 ريشة. 16. وقد وصلت لنا معلومة ان هذا الريش الطبيعي بيؤخذ من الوز. معرفش هل الوز دي بره مصر موجود ولا لا. طبعا بالتالي موجود. حتى الوز في مصر قد يكون انقرض، لا هو لكن موجود بس هذه العدد. المعلومه يعني انا مش واثق منها، لكن دي المعلومه اللي عندي. فاللعبه تمارس داخل الصالات، عشان كده بيهيأ للساده المشاهدين انها لعبه سهله جدا وغير مكلفه. لكن انا بقول نمره واحد لازم داخل صالات، وبالتالي عشان تبدأ تتمرن وتلعب ريشة طايرة لازم يكون داخل صالة مغطاة.